خدت بالك انه دايما بتتستر؟ انا بتكلم على الفلوس، ان مهما يحصل موقف الدنيا بتتستر وبتلاقي الفلوس اللي تكفي الحاجة اللي انت عايزها حتى لو بصعوبة شوية. طيب ده عشان اكترنا خصوصا في بلد زي مصر بنطلب الستر، دايما بنقول استرها بس، انا عايزة الستر، انا عايزة اتستر. كويس قوي، بس ليه ما اطلبش الاكتر؟ فاحنا اكتر الوقت مهما يجرى مستورين على اي مستوى بقى. الغني قوي عايز مبلغ معين بتتستر معاه، مع راتبه قليل قوي او فلوس قليله قوي بس هو عايز بستوره وبيتستر معاه. بيجي يتجوز بتتستر معاه، بيجي عنده عمليه سبحان الله بتتستر معاه، بطريقه ما بتتلم الفلوس وتحصل. بس احنا عندنا دلوقتي في مصر حاجه اسمها وعي جماعي الستر، طالبين الستر، فده اللي بيجي لنا. طب ايه رأيكم لو نغير الوعي الجماعي ده ونطلب الرخاء، نطلب ان احنا نبقى اغنياء؟ ليه لا؟ في بلاد مش بيفكروا بس في كلمة الستر، بيفكروا انهم عايزين عندهم كتير. في بلاد عربية كتير حوالينا لما نتكلم معاهم ما لهمش طالبين بس الستر، هما طالبين ان يعني عنده مشروع كبير، انه يبقى معاهم كويس، ويقول لك ان شاء الله هيبقى عندي حاجة كبيرة. ليه لا؟ هما مخهم اعلى من كده، طالبين حاجة اعلى من كده. وليه ما نطلبش؟ ربنا قال اطلبوا ادعوني استجب لكم، اطلبوا اللي انتوا عايزينه، فهو قال ادعوني استجب لكم، ما قالش خلي دعوتكم صغننه، ما قالش اطلبوا بس السات، ما قالش اطلبوا على قدكم صغنن صغنن، قال اطلبوا ولما تطلبوا انا هستجب لكم. ف ايه رايكم نغير الوعي الجماعي ده عشان نغير حال الماديات اللي سائده في بلادنا؟ انا عارفه في ناس معاها كويس الحمد لله، بس الاغلبيه مستوره بس. يعني ما اعرفش شغلي انا ميرات السكري، مساعد الناس يحبوا نفسهم اكتر، يرتاحوا مع نفسهم اكتر، حياتهم تبقى افضل، علاقاتهم مع نفسهم احسن، علاقاتهم مع الاخرين احسن، فلوسهم اكتر، قائدة حياة افضل. واهلا بيكم.